أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. صدق الله العظيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. صدق الله العظيم. فلا تطع الكافرين صدق الله العظيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. صدق الله. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع صدق الله العظيم. Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع صدق الله العظيم. هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم. وتوكل على الخير الذي لا يموت. وتوكل على الخير الذي لا يموت. وسبح بحمده. وتوكل على الخير الذي لا يموت. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت.
وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منكما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم قرأ
حاولت تفسيرا لها اعياك. كل طبيب تخطفته يد الردى. يا زاعما شفى الامراض من ارداك. كل صحيح يموت لا من علة. من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الاعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام. من يا اعمى يقود خطاك. الله 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 فوق الخلائق كلها. ان لم تكن تراه فهو يراك. عشنا خاشعين منصتين لاتي من كتاب الله. استمعناه من ذلكم والعالم القراني. فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ احمد محمد بحيري القارئ المعروف المقيم بمركز ومدينة دمنهور. الصوت والضوء والفراش الحديثة الكبرى والمعرض الفني. اطلب محلات ومخازن المتوكل على الله. المعلم خميس عبد المالك ابو حسين المقيم بهذه البلد العامرة. حضرات السادة المعزين الكرام الذين جاؤونا من كل مكان. واجينا العفو والغفران للفقيدة ولأهلها وزويها الصبر والسلوان. كان جزاء لهم وكان سعيهم مشكور. وما نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.